أي حال، في جانب آخر أعلن في النادي الأهلي اليوم رسميا عن التوقيع مع مدافع الفيصلي عقيل بالغيث لمدة 5 سنوات، إلى جانب لاعب وسط الأنصار محسن العيسى أيضا لذات المدة. حفل التوقيع الذي أقيم اليوم والمؤتمر الصحفي الذي عقد كان بحضور نائب الرئيس رئيس النادي الأهلي المهندس خالد عبد الغفار ومدير إدارة الكرة طارق كيال. الحديث كان من قبل نائب رئيس النادي الأهلي عن أن هذه الصفقة وهذه هذه الانتقالات للاعبين كانت بدعم كبير من رئيس هيئة أعضاء الشرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز. وقال طارق كيال في المقابل أن هذه الصفقة لن تكون الأولى والأخيرة، لدينا انتقالات قادمة في الشتاء. كما اشكر الرجل الخفي وعاد الصفقه على وهو اخر مشاركه الاسيويه ايش نرفع الاسماء الاسيويه لاعب سيغادر الاهلي لانديه اخرى ما مدى صحه هذا الكلام؟ هذا جانب من المؤتمر او لقطه من المؤتمر، لكن عقيل بالغيث تحدث لبرنامج الملعب، نتابع ماذا قال. مفاوضاتي صراحة من نادي الأهلي عن طريق وكيل أعمالي محمد الخليفة مع نادي الفيصلي، والحمد لله إن التعامل الراقي راقي صراحة، والحمد لله يعني نادي الفيصلي ما قصر، أستاذ غرم صراحة العمري ما قصر، الأول اللي ساهم هو اللي كان له مساهمة كبرى، له دور كبير صراحة في صفقة عقيل أستاذ غرم العمري صراحة، والحمد لله ما في شيء صعب يا اللي المدرب يشوفه أحسن وفي الوقت المناسب هو اللي بيلعب. وجفين صراحة لاعب كبير وكامل الموسى لاعب كبير ونستفيد منهم، أنا كلاعب أصغر منهم أستفيد منهم، وإن شاء الله إني أثبت نفسي بين المجموعة بإذن الله. والله مو حكاية عروض أهلاوية هلالية صراحة، مو حكاية أي شيء، لكن نادي الأهلي بين أهلي وناسي، والراحة النفسية فوق كل شيء، والحمد لله على كل حال. أكثر واحد نفسي يمثل نادي الأهلي، والحمد لله تحقق، يعني أنا تعبت كثير وهذا. كيف بدأت مفاوضات النادي الأهلي معك؟ طبعاً تكلموا معي وفاوضوني وهذا. فاوضوك مباشرة؟ نعم. فاوضوك مباشرة ولا كان في وسيط؟ لا لا لا، مباشرة فاوضوني، الحمد لله تمت الأمور على ما يبدو، لكن تعرف يعني أنا حابدع يعني في خلال الأيام كنت الجاية في 6 شهور وزي كذا تكلموا معي نادي الأهلي، الحمد لله انهيت الوضع. يعني خط الوسط الأهلاوي مفعم بنجوم المملكة تقريبا على مستوى المملكة، قادر تثبت؟ والله إن شاء الله بإذن الله، أنا جاي أساعد المجموعة بإذن الله وأكون عند حسن ظن جمهور الأهلي إن شاء الله بإذن الله. عقدك 5 سنوات؟ نعم 4 سنين. في مقابل ذلك محمود معاذ انتقل بالإعارة لنادي الفيصلي. شكرا للمتابعة كانت من الزميل سمير، كان قد تابع هذا المؤتمر عبر الهاتف. أرحب بمدير إدارة كرة القدم في النادي الأهلي الأستاذ طارق كيال. مساء الخير أستاذ طارق، أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا أستاذ رجب، أبارك لكم هذه الصفقة وأبارك لكم هذا التكتم الكبير، حتى ليلة البارحة ربما لم تكن الأنباء تشير إلى أن التوقيع سيتم اليوم. لا، هذه سياسة النادي الأهلي، لأن دائما الأمور ما تعلن إلا بعد إتمامها، ودائما هذه أمور دائما تفضل في طور الكتمان حتى تتم الصفقة. قد يعني دائما الصفقات هذه تحتاج إلى كتمان وإلى أن تكون في توافق بين الأندية حتى تنتهي كل الأمور، لأن عملية أنها تطلع في الإعلام أو تطلع قبل إتمامها هذا يمكن أن تسبب شوشرة لأي صفقة. 5 سنوات لعقيل بالغيث؟ أي نعم 5 سنوات. بسبعة مليون؟ لا، هذا ما المبلغ أنا متحفظ عليه، يعني ما أقدر أجاوبك على أي طيب. طيب. أنا اليوم أنت في تصريحك بعد في التوقيع قلت أنها لن تكون الصفقة الأولى والأخيرة في انتقالات الشتاء، يبدو انكم عندكم نوايا اخرى، من القادم؟ انتم ما شاء الله بتراكم التصاريح كويس، لكن الموضوع هو ما في، ما زلنا هناك كانت عندنا يعني في النادي الاهلي كانت هناك سياسه
إن نحن بندور بعض المراكز اللي نحتاج، لأن عندنا أكثر من 4 بطولات مشاركين فيها السنة، وتحتاج إلى عدد كويس من اللاعبين، على إنه هناك حيكون مشاركات، وبالذات في مشاركات الآسيوية نحتاج إلى بدلاء وأقوياء، نحتاج إلى تدوير عملية اللاعبين. نحن الحمد لله لدينا السنة نجوم موجودين، اللاعبة كل مستوياتهم ارتفعت، الفريق الأساسي بيأدي بدور جيد مقبول، ولكن نحن نخاف من عملية الإصابات لا قدر الله، أو التوقيفات، أو عملية الإجهاد، فلازم يكون هناك صف بديل آخر نقوي دكة الاحتياط حقتنا عشان ممكن يشاركوا في أي البطولات الأربعة القادمة. طيب عقيل بلغيث وأيضا محسن العيسى سيكونان ضمن القائمة الرئيسية في مباراة الاتفاق يوم السبت؟ لا 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 ما 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 أظن لا. طيب. لسه منتهي أوراقهم. طيب. يعني هذه الأمور الفنية لسه ما نقدر نحكم فيها، ولكن إن شاء الله بعد الاتفاق يمكن يقدر يشاركوا. طيب أحدهما دفاع والآخر محور، انتهت بالنسبة لكم محور أو وسط يمين أو وسط يمين أساسيين يعني. ما المراكز الأخرى التي تبحثون عن انتقالات فيها؟ في عدة مراكز يعني الفريق يحتاج إلى. لا مش معقول أنك حتغير كل صادق، لأنه حب يبحث على أظهرة وبيبحث على أيضا في الهجوم، يعني عندنا كذا مراكز كان طالبها المدرب، ونحن بنمشي حسب طلبات المراكز وليس حسب الأعراض الأسماء المعروضة في ساحة الانتقالات. في الهجوم يعني في الهجوم إلى جانب فيكتور والحوسني الناس تشتكي من هجومكم. ما أنت مشكلة، أنت بتتكلم على أساسيين، نحن بنتكلم على صف بدلاء، يعني احنا نحتاج ان نقوي صف بدلاء لا قدر الله. طيب. ايقاف للحوسني او ايقاف لفيكتور او اصابه اي احد لا قدر الله، اي لاعب يكون هناك بديل على الاقل يقدر يقوم بالدور حتى اعاده طيب. الاخر. شكرا لك استاذ طارق كيال مدير عام كره القدم في النادي الاهلي، متحدثا عن انتقال الثنائي الذي اعلن عنه اليوم عقيل بلغيث ومحسن العيسى. تعليقك تركي قبل الاتصال قلت لي ان الاهلي يحتاج الى أن يدعم خط البدلاء. صحيح، يعني أعتقد أنه واحدة من أكبر المشاكل اللي راح تواجه الأهلي أنه فريق الأهلي ليس لديه احتياط بمستوى الأساسي، وهذه واحدة من أكبر المشاكل اللي ممكن تعطي فرصة لفريق زي الهلال لديه 18-19 لاعب بمستوى جيد وقادر على التبديل خصوصا في الدور الثاني. احنا نعرف بعد الانتقالات الشتوية ستكون مباريات أكثر، بيكون عندك ضغط خصوصا الفرق اللي مشاركة في البطولة الآسيوية زي الأهلي والهلال، هذه المباريات بتكون يعني تحتاج إلى خط احتياط كبير، يعني يجب أن يكون عندك على أقل تقدير إذا تبغى تنافس على 3 بطولات وتتأهل للدور الثاني في البطولة الآسيوية المفروض يكون عندك 17-18 لاعب بنفس المستوى. أعتقد أن الأهلي ما يملك هذا الاحتياط، وأعتقد أنه من الذكاء وأنه يعني طارق كيال فعلا من الشخصيات اللي عارف الأهلي وش يبغى. الأهلي مشكلته الآن ليس في الفريق الأساسي، لديه فريق أساسي ممتع جميل الأفضل الآن في الدوري السعودي، ولكن بمجرد ما تكثر المباريات يبدأ الضغط، تبدأ الإرهاق، تبدأ المشاكل والإصابات، يبحث عن 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 لاعبين في الهجوم. ما شاء الله خط هجوم عنده ممتاز. صحيح عنده خط هجوم ممتاز، ولكن هذا الخط الهجوم لما ينخفض مستواه أو يبدأ يتعرض للإرهاق أو الإصابات أنا أعتقد أنه بيكون في مشكلة. لازم يكون عندك لاعب بديل، لأنه أحيانا عندك أنت مباريات قوية ومباريات أقل قوة، فممكن أنت فيكتور سيموس أنت ما تقدر تستهلكه في 20-25 مباراة. صحيح. مفروض يكون عندك غيره. عماد الحوسني أيضا أحيانا نشوفه يتعرض لإصابات يعني بسيطة، فأنت ما تقول له والله اضغط على نفسك ولعب هذه المباراة إذا عندك بديل جيد. أنا مع هالخطوة، ومع مش بس فريق الأهلي، أنا أعتقد عندنا أكثر من فريق من ضمنهم فريق الشباب أيضا يحتاج إلى تدعيم صفوفه باحتياط جيد عشان ما ينزل الفريق يعني خلال الفترة الثانية من الدوري وبداية المباريات الحاسمة والمباريات القوية فعلا تحتاج. يمكن فيكتور سيميس ما يكون في أحسن حالاته، كل لديك لاعب آخر، لكن لهذا الثنائي الذي وقع معه اليوم الأهلي كان في حاجة له. بكل تأكيد الأهلي في حاجة عدد كبير من اللاعبين، وأنا يعني أحيي الأستاذ طارق لأنه واضح أنه واعي لعدد من المراكز اللي يحتاجون فيها لعيبة. أتمنى أنه أيضا الأندية الأخرى يعني تنظر، هو قال نقطة جدا ممتازة، قال إحنا ما ننظر المعروض، إحنا ننظر ما نحتاجه. يعني زي فريق النصر مثلا أخذ خالد عزيز، ليس لأنه يحتاج خالد عزيز ولكنه هو المعروض. الفريق الأهلي العكس قاعد يتحرك ما يحتاجه وليس المعروض. علي الزهراني إذا تعليقك على هذا الانتقال. الصفقتين أعتقد تسير في نفس المنهجية المرسومة يمكن من سنوات. الأهلي دائما يعتمد على موازنة متطلبات المستقبل من خلال صفقات احترافية شابة، يعني دائما يمكن تجربة الكثير من الأندية السعودية في السابق
دفعت الفريق الأهلي أو النادي الأهلي بصفة عامة إلى وضع استراتيجية مختلفة تماما، وهي تعتمد على مثل هذه الكوادر الشابة التي تعطي لسنوات. يمكن عقيل بلغيث برز كواحد من أبرز الأسماء في خلال الفترة السابقة، يعني سبق أنه احترق، يعني كان لاعب في الربيع قبل 3 سنوات، نجح الفيصلي في كسب هذا اللاعب، قدم مستويات جدا رائعة. الأهلي الآن يصير في نفس الإطار المرسوم. يمكن الأمير خالد بن عبد الله وضع استراتيجية يعني طويلة المدى لبناء فريق أهلاوي ينافس ويقارع على كل البطولات من خلال الاعتماد على قاعدة النشأ من النادي، وكذلك من خلال الحصول على صفقات احترافية بهذا الحجم. طيب. يمكن في سنوات مضت رجاء كانت الأندية السعودية أو أغلبية الأندية السعودية تعتمد على صفقة اللاعب الجاهز. طيب. أو اللاعب المحترف، ولكن الآن خلال البحث عن بطولة في بطولة النفس الطويل بالنسبة للنادي الأهلي. طيب. تحتاج إلى يعني لاعبين بدلاء يسندون القوة الفنية للفريق لتوليف الأساسية في الفريق الأهلاوي. طيب.